انبي من اكتر الفرق اللي لعبت ماتشات وديه، الحمد لله ما عندوش اي نوع من انواع الايجابيه في العينات، لكن عنده غيابين من وجهه نظري مؤثرين جدا او ثلاثه. الاول هو محمد شريف هدافه، والثاني محمود قعود، والثالث ايضا احمد شكري. انبي والمباراه اكيد غيابات مؤثره جدا، خاصه محمد شريف الحقيقه هداف الفريق بتسع اهداف، ثاني هداف الدوري. الدوري نعم، ومسجل نص اهداف الفريق. نعم 18 هدف، 18 هدف هو مسجل، هو امبي مكيد 18 و18 ولعب 18 نعم يعني كله وعليه 18 ما انا كله 18 يعني هي غيابات مؤثره جدا، خاصه في الشق او الجزء الهجومي اللي بيعتمد عليه الكابتن حلمي. نعم، ان قعود كمان الحقيقه من اللعيبه اللي بتادي بشكل ده صحيح، لعيب تكتيك الحقيقه بيساعد محمد شريف في التهديف، لان بيفضيله مساحات بشكل جيد جدا، ولعيب سريع وتحركاته بدون كره فيها وعي كبير جدا، وبالتالي بيخلق لمحمد شريف الحقيقه الاماكن اللي يقدر يتحرك فيها، وبالتالي بيهدف. يعني هو انبي الحقيقه يعني مع كابتن حلمي شكل مختلف تماما. نعم طبعا، بيلعب بتوازن، واخد فرقه في اربع ماتشات عندها بونت النهارده، بسم الله ما شاء الله يعني. نعم، بيلعب بتوازن دفاعي وهجومي الحقيقه بشكل رائع جدا، بيعتمد على هجمه مرتده، وعنده جزء قداماني اذا كان قعود او شكري او محمد شريف كان لما كان بيلعب بيتحركوا بشكل جيد جدا في المساحات. جزء الدفاعي عنده الى حد ما يعني في ثغره بين الاثنين مساكين، رغم ان هما جيدين جدا كافراد، اذا كان رامي او ايا كان اللي بيلعب يحيى، فاعتقد هي دي مشكله نادي انبي في مواجهه الحقيقه الجزء الهجومي في النادي الاهلي. بيتبادل ابراهيم يحيى مع اسامه جلال في القلب، بس ابراهيم بقى الاساسي دلوقتي. نعم، في مواجهه الحقيقه الجزء الهجومي بتاع النادي الاهلي المتحرك الحقيقه بوعي شديد جدا هيلاقوا صعوبه اعتقد، لكن اعتقد الكابتن حلمي وعنده الحقيقه بيعرف كيفيه اغلاق المساحات، ازاي يدافع بشكل جيد، ازاي يعتمد على هجمه مرتده، وبالتالي انا شايف يعني غياب محمد شريف هو النقطه المهمه جدا عند نادي انبي، وقد تكون مؤثره جدا، لكن في حاله فوز نادي انبي اعتقد ده بيقربوا للمربع الذهبي، تزداد اماله. نعم، بيبقى خامس 28 بونت على طول. نعم، اما مكسب النادي الاهلي الحقيقه فبيؤكد صداره النادي الاهلي، وبيؤكد فوز النادي الاهلي بالدوري، وانا قلته من الاسبوع العاشر. بس هنستنى طبعا مع نتيجه المباراه، مع العوده نشوف ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي ممكن يتغير، حاجات كثيره جدا ممكن تتغير، وحاجات كثيره جدا ممكن تستمر.